أنا من البنات اللي تحب تعيش القصص الحب، وهذا الشيء باين علي من كنت طفلة. أتابع أفلام، أتابع مسلسلات، أتابع أفلام كارتون، أي شيء بي مثلا قصة حلوة أتمناها وأتمنى أعيش فيها. وزينة كنت بالدراسة وأحب الدراسة، بس أحب بس ما يعني بسوي علاقة أو شيء من آني كنت مراهقة أبدا. يعني كنت من بيت للمدرسة ومن أطلع المكان يعني محافظة على نفسي، وحتى لو واحد يتحرش يدب لي كلمة بالطريق بالسوق، هاي أبد ما أنطي أي أهمية لأي أحد ولا أعطي مجال. يعني أخلاقي ما تسمح هذا الشيء، وكل بالي إن الحب هو شيء مقدس. الحب يعني مو هي هاي الأشياء، سوالف التعبانة مال الشباب. احنا نقول دائما البنات يعني يحبن الانفتاح، مهما تكون العائلة متحفظة تحب انه يكون رأيها مسموع، سواء داخل العائلة او خارج العائلة. فتحرر البنية مو بذاك المعنى اللي احنا نعتقده اكو تحرر، حاشا يعني من يسمع اخلاقي، لا، اكو تحرر نفسي، تحرر ذاتي. تحب البنية تكون متحررة ذاتيا، سواء كانت داخل العائلة أو بالدراسة أو بالشارع أو بالمجتمع، اختلاطها ويا المجتمع. فإحنا إذا نجي على البنية ونقول هاي البنية متحررة، أكو تحرر طبقات. التحرر، مفهوم التحرر إذا فهمته صح ومشت عليه صح، مشت حياتها ومسيرة حياتها بشكل وبصورة صحيحة. هي مرحلة عمرية معينة كنا مرينا بيها احنا، يعني حتى البنية إذا كانت إذا يعني متربية ببيئة محافظة أو بيئة مثلا منفتحة أو بيئة مغلقة، يعني بكل الأحوال يعني أكو فترة عمرية معينة البنية تتمنى تحب وتنحب، يعني هذا شيء طبيعي، هو بفترة كل إنسان حتى الولد يعني يوصل فترة مرحلة معينة، أحيانا يكون طالع من تجربة، أحيانا البنية تكون طالعة من تجربة، يتمنون أنه يدخلون في علاقة حب جدية وحقيقية، وتكون هي الملاذ الآمن اللي يوصلون بها للعائلة المستقرة وأطفال، ويعني كمستقبل عائلة كمستقبل. بس اللي دا يصير هسه بجامعاتنا يعني صار مثلا شلون، يعني صار كله باسم الحب، يعني هي علاقات غير مشروعة، أحيانا يورطون البنات بأمور غير أخلاقية ما تليق بالبنات، يعني كعوائل أغلبهم تشوفيهم يعني عوائلهم محافظة وتعبانين عليهم، أو عوائلهم تجي إلي، تجي زميلاتي، تجي للزملاء بالمحاكم أثناء، يعني تعرفين إحنا لما نترافع يعني احيانا نكون مثلا خامس اسم سادس اسم، يعني قبل ان تكون خمس مرافعات يعني يوميا. شوف مثلا نسمع في حالات معينه اللي هي حتى ما تخصنا، بس نسمع القصص، نشوف دائما انه يعني تعرفين المراه بصوره عامه هي بطبيعتها عاطفيه. لحد ما نجحت ودخلت كلية، بالكلية أكو شخص نعجب بيه، أجواء الكلية تختلف عن المدرسة، ويصير الضغط علي أقل، اهتميت بنفسي بشكلي بترتيبي، وأكو شخص هو موجود بالكلية غير قسم، فهو كان بادلني بالنظرات، كان دائما حسيت معجب، وحتى القرو البنات اللي وياي يعني انتبهوا وقالوا أكو هذا الولد وما أدري شنو. أنا كنت يعني شلون اللي أشوفه عادي، بس ما اعطي فرصه بانه يحكي وياي، يعني وشنو هي الفرصه، هو غير قسم، احنا نقعد بسنتر وماكو شيء مشترك، ما يقدر يعني احنا بنقعد البنات اكو ولد يجون بس يسولفون ويروحون، ماكو ولد يقعدون ويانا، فما كانت اكو فرصه انه يحكي وياي او يعترف لي بهذا الشيء، فكانت لحظات حلوه. هاي اول سنه قلت، خلصت أول سنة وقلت الجزء راح ينسى ثاني سنة، وحلو هالمشاعر عشتها. سنة ثاني سنة هو بعدين نفس الشيء، ومصر يعني إنه كل ريست أو شنو يعرف الأيام، يراقب أيام دوام يكون هو موجود بيها. مرات يلاحظ هو ضارب محاضرة على مودين إحنا مثلا قاعدين بريست أو ويا البنات أو شيء، فحسيت أتعذب، فقلت يلا خلي أعطيه فرصة، يعني شكوا بيها، يجوز الولد صادق يريد يعني زواج، ما يريد بس هاي السؤال في الشباب.
احنا قصص الحب كثيره وكليتنا يعني احنا ما نقدر نخفيها، نتمنى نعيش هاي قصه الحب، لكن بالاونه الاخيره قصص الحب اللي دا نتصورها واللي دا يشوفوها البنات بالمسلسلات التركيه والمسلسلات الاجنبيه وهاي صدقوها، فراح توقع هاي البنيه اذا عاشت بهذا الخيال راح توقع 100% بهاي الهاويه. خليها تفهم الحب، خليها تعيش الحب، خليها تتمنى الحب، لكن ما تتمنى حريه الحب. شنو ما تتمنى تعيش بهذا الخيال. اول شغله مدمره للمراه هي قصه الحب الخياليه اللي تعيشها. خلينا بالواقع، ليش بالخيال؟ خليها تعيش قصه حب واقع وراح يجي يخطبها وتعيش انه هاي اسره محبه. وصدقيني الاسره من تتزوج على حب غير الاسره اللي تتزوج بالزواج التقليدي، لانه احنا هسه حياتنا صارت صعبه ومنفتحه على هوايه جوانب. قبل امهاتنا من يتزوجون بدون حب وما تعرفه وما شايفه وما شايفته، ام الزوجه خلصت عاشت حياتها، يعني الحياه بسيطه. هسه لا، لازم حب. هو مو يعني من باب الحب الجامعه حصري، يعني مو هي كحالة الحب الجامعة. أحيانا الحب ويا الجيران وما ينجح، أحيانا الحب بين الأقارب وما ينجح، حب تشوفي يعني هي بدولة وهو بدولة ينجح. فمو شرط هنا المشكلة، هنا البنات مدى يفهمون إنه شنو لازم ترتبط بشخص مناسب إلها. يعني دائما البنية تعرفين طبيعتها عاطفية، ماكو بنية حشاش غبية أو ماكو بنية تتقشمر بسهولة أو ينلعب على عقلها. دائما تشوفين أنه البنية تكون ضحية الثقة، هاي منتهي منها. يا أما العكس، أحيانا يعني إحنا هم نذب كل اللوب على كاهل الرجل ودائما أنه الرجل، لا، أحيانا تشوفين لا، الرجل أنه هو يكون صادق ويكون هو ضحية الثقة الزايدة. يعني مجتمعنا هسه يعني تشوفين حتى بحالات المتزوجين اثنيناتهم أول ما يتزوجون كأنه يعني بحرب، يعني اثنيناتهم هو عساتر وهي عساتر، هو حصن نفسه ومتحضر لها في حالة أي ردة فعل من عندها واختلفت عليه، وهي نفس الشيء هم محصنة نفسها وواقفة كأنه دا تحارب. يعني شلون صار موضوع الزواج موضوع تحدي، واحد يتحدى الثاني، منو الصوت المسموع أكثر، منو الفارض نفسه. أحيانا أم البنية هي تفرض نفسها، يعني جتني حالة معينة يعني جديات صفنت عليها، إنه أم البنية تحاسب الولد على مدخوله اليومي، تقول له تجيني يعني روح البيت أهلها، ينطي إنه هو شو مشتغل باليوم هذا، ينطي لأمها. زين هاي على أي أساس؟ يعني العاد يوين ليش زوجتوا بنتكم؟ يعني ما هو متزوج، هو إذا يريد أحد يلزم له فلوسه فهو عنده أم تلزم له فلوسه. يعني شوية حالة غريبة وملفتة، يعني من باب السيطرة، من باب تريد تحافظ بس مو لهالدرجة. يعني يقول لك كل شيء إنه بالمعقول، تأخذ رأي أهلها أوكي على عيني وعلى راسي، يعني إحنا بعاداتنا وتقاليدنا لازم بكل شيء نرجع لأهاليتنا، بس مو بهاي الدرجة اللي هو يجردوه من كل شيء ولازم ما إلى أي رأي ولا أي شخصية. هاي من باب، ومن باب يعني أكفت حالة معينة إنه رجل ما يخلي زوجته تروح البيت أهلها وما تأخذ ابنه إلا يأخذ مستمسكاتها وذهبها يبقى يم أمه. زين يعني هنا معناتها أكفت موضوع، أكفت نظرة سلبية، أكو موضوع عدم أمان، مو عدم انسجام، لأنه عدم انسجام عايشين هم سوية وأغلبهم عندهم أطفال وما مضطرين لو في حالة إنه ما يكون انسجام، بس ليش أكو نظرة سلبية؟ يعني هو الذهب هو بالقانون وبالشرع هذا حقها، يعني هذا لا غرامة ولا عقوبة عليها، ولا أنه أنتم يعني قدمي لها فت جميلة أو فت فضل عليها، هذا حقها بالشرع وبالقانون، لأن هي بذلت لحياتها أيام عمرها. أحيانا البنات تكون مثلا تاركة جامعتها، تاركة وظيفتها وغير وغير. فصارت فرصة والله، يعني أنا بدون ما مخططتها، بس أنا يعني قلت بين نفسي أنه أنا رح أعطي فرصة إذا مثلا حاول مثلا اي طريقه ما ادري. فمره كنا رايحين للقسم وعلى مود درجات وكنا نعترض ما ادري شنو، فصعدت فوق اني فالطلاب متجمعين وهذا وهو كان واقف، فانا وقفت على صفحه بعيده عن صديقاتي، يعني شلون اعطي فرصه بانه هو يجي يحكي وياي. واجى حكى وياي وارتحيت كلش من سمعته وحكى وياي وقال انا صار لي سنه وانت يمكن ما ادري شفتيني ملاحظتني تدرين بيه، قلت له اي انا ادري بيك. ف
قلت له شنو تريد؟ قال أنا غرضي شريف وأني ابن عائلة وابن ناس ولا تفهميني غلط، فأنا ارتحت له. قلت له ماشي إن شاء الله الأيام هاي تثبت هذا الشيء. ما صار التواصل ولا أخذنا رقم واحد من الثاني، بس صارت إنه إذا يجي يسلم مثلا عادي. أنا قلت للبنات، قلت لهم هذا الولد يعني غرضه شريف هيك قال لي، فالبنات تقبلن هذا الشيء، فظل من يجي يسلم علي أنا مرات يسولف ويروح لحد ما يعني خلصنا هاي المرحلة وصلنا يعني النتائج. قال لي ممكن رقمك، أنا راح أصير عطلة وبعد أنا ما أقدر أشوفك. قلت له أوكي. والله أنا ولا أعترف فيه حقيقة، أغلب طلاقات المحاكم اللي طلعت عليها طلاب عاشت هذا الخيال، عاشت هاي القصة. وشوفي بالجامعة من اثنين واحد يحب الله، كل الطلاب تعرف وهم هذا اللي يردوه، أنه كلهم يعرفون إحنا واحد يحب الله ومتمسكين طبعاً، ويقاتلون قاتلون أنه هي حبتها وحبها والجامعة وكل الطلاب تعرف، وهاي الشهرة بقصة حب عاشوها لأن هم دا يقلدون المسلسلة. لكن من تتزوج وتنصدم بالواقع وتشوف عيشته وتشوف عيشة أهله ما تتحملها، وأغلب بنات هذا الوقت مو هي هاي المرأة اللي تشيل الحمل. كيف ظلينا دائماً تصل ويحكي وياي، يعني علاقة كلش حلوة وما بيها أي شيء مو زين. وهو ما كان يعني مثل الشباب اللي أسمع دول اللي شلون عايشين قصص الحب وكل شيء حرام بيتهم عادي وهيك شيء، لا ماكو هذا الشيء بيناتنا. نسولف أشياء مواضيع مختلفة، يسولف مشاعر تجاهي شلون مثلا مشتاق يشوفني وهيك شيء مو أكثر. المرحلة الثالثة نفس الشيء، المرحلة الرابعة نفس الشيء، لحد ما أنا يعني كل هاي الفترة أنا عايشة وياه حياة حلوة. ويعني حتى أنا ما فكر بالزواج إذا يتقدم لأحد، وحتى من يتقدمون أهلي يقولون لا خليها تكمل دراسة. أنا تخرجت منها وتغير وضع أهلي، يعني طلعاتي صارت تشدد، حسيت إنه إخواني شلون اللي ظلوا يحرصون علي أكثر بأنه هاي البنت لازم تتزوج. فأخويا كان صديقه خلال هاي السنوات يعني كان يجي وهاي، بس أنا يعني شايفته هو هم شايفني. أثاري أخويا بخط بأنه أنا يعني زوج صديقه وهذا صديقه خوش ولد وهذه، فقال لي وأني رفضت طبعاً. يعني منتظر هذا الولد شلون يعني يقدر يوفق شغل، هو كان يشتغل بس قال شوي راد لي وقت حتى ارتب وضعي حتى اتقدم، لان كانت كلها مصاريف دراسه هسه حتى انه يجمع للزواج. انا رفضت. اخوي ظل مصر على صديقه، وكل يومية تصير له مشكله كل يومية، لحد ما قنع ابويا وامي واخواني واخواتي. وصحيح يعني صديقه ما كان شيء عيبي ابدا، مخلص دراسه ويشتغل احسن شغل من عائله وهذه، بس انا ما حابته، انا اريد الانسان اللي احبه. بس شلون اقول لهم؟ هم ما ملاحظين علي هذا الشيء ولا يدرون. ما اتصور الاهل يجبرون بهيك طريقه زواج بنيه متخرجه من كليه، وهم يعرفون حياه الكليات شنو، يعرفون لازم اكو اختيار لازم وما قبلت انه تتزوج هذا اللي جبروها عليه، يصبروا لها سنه حتى تعرف اللي ارادته. احنا نقول تصبر له لان هي ارادته، يعني بعد هي تتحمل مسؤوليتها سواء كانت مرتاحة أو ما مرتاحة، هي راح تشيل هذا الثقل بحياتها هي وياه، سواء تلكأ وما أجى تصبر له، تجاري تشوف وين. فما الآن أجي بنتي توها متزوجة متخرجة وأجي أجبرها على زواج، ترى هذا شغلة بها تناقض قوي. يعني من خليتها تدخل الكلية وتختلط ويا الشباب وتشوف البنات وتشوف هذا العالم، يعني باعتقادي انه هذا العالم من تدخله لبنيه هذا عالم مرعب، بس شلون اسيطر عليها؟ شلون اخليها تاخذ حريتها وتحافظ على نفسها؟ فاني من دخلتها بهذا العالم واجي اجبرها ثاني شيء على زواج مال انه تقليدي وولد ما تعرفه، يعني حتى اذا تعرفه ما تحبه، هاي شويه صعبه.
فأنا أتوقع أنه هذا ما راح يدوم. هاي الأهل طبعاً وسببها الأهل، أنه أنا أزوج بنتي بالغصب وهي شنو يعني 4 سنين ما شافت واحد، ما أعجب بها واحد، ما حبت واحد، هاي ترى ما معقولة. يظلون يلحون عليها، تعرفين إحنا طبعاً حتى يعني أنطيش نسبة 80% حالات الطلاق اللي بالمحكمة بسببها الأهل، الأهل هم يقررون عن بناتهم وأولادهم. فالأهل يشوفين هم يفرضون عليها تتزوج، يعني مو يفرضوها يلزموها وراح نكتلك وراح نسوي، لا هذا أحسن وما يصير وإحنا أدرب مصلحتك ومن هذا الكلام اللي كنا نعرفه. بالتالي منو اللي راح يروح ضحية؟ مو هي مختارة. يعني ترى الزواج بالشرع، يعني إذا تجين كشرع وك يعني من الناحية الاجتماعية، الزواج عرض وقبول، يعني موضوع قبول. ما ممكن إنه البنت تقبل بشخص أحيانا يكون يعني هو شكله ما مقبول، احتمال هي تكون كشكلا ما مقبولة، أحيانا يكون مثلا أطباع ما مقبولة، يعني الرجل ما يقبلها أو هي ما تقبلها. فالمفروض هنا الأهالي أكو قبول، أكو انسجام، أكو توافق. هاي طبعا هاي كلها تجي ورا شنو؟ ورا الموضوع اللي هو الأساسي، اللي هو يكونوا اثنيناتهم نفس المستوى الاجتماعي. يعني مثلا ابن بغداد مخلص شهادة وعلى حسب الأصول، لما يجي يقول أنا أريد بنية أخذها إلا من فت محافظة أو من فت قضاء ما سامع بيك بعمرك كله، ليش؟ بالله هناك أنا تعبت من البنات هنا، يعني هاي أغلب الشباب صراحة تعبت من البنات هنا ويشرطون هو ويطلبون أجيب بنية من قرية بسيطة راح تقبل بكل شيء وراح تعيش وياي ويا أهلي على حسب الأصول. هنا هو فكر من الناحية الأخلاقية بس، أو من ناحية أنه القرابة وهذه الأمور بس، بس ما فكر أنه هو هيجي أكو فت فوارق ما ممكن أنه يعني هو مو استنقاصا بالمحافظات الأخرى، لا الأولاد اللي بالمحافظات الأخرى هم يقدرون يعني يتعايشون أو يعاشرون بنات بغداد. ليش؟ لأنها أكو بيئة اجتماعية. بس تشوفين من منطقة لمنطقة مو نفس الأطباع، مو نفس اللغة، مو نفس الشغلات. أكو منطقة مناطق إحنا نسميها المناطق الشعبية، شوفين إذا مرة تنخت في رجل أو صار بها موقف بالشارع، شوفين رياجيل كلها الغيرة العراقية بيهم كلها تركض. بينما شوفين أكو مناطق معينة مرة تندعم، زوجها يقتلها بالشارع، تنسح الشيء، يفوتون من يمها يباعون عليها وكلش طبيعي. مع العلم اثنيناتهم ببغداد، هي هاي المنطقة ببغداد وهاي المنطقة ببغداد. يعني وصلت المرحلة ضغطوا علي أهلي، حد أخوي ظل يتجاوز علي ومرة من المرات ضربني قد ما انفعل، وأنا أوقف بوجهه وقال لي ظليت متحته، هو أكبر مني، إنه صدق أنا ظليت ما أحترم على مود هذا الشخص. فأنا كل شيء يدري به هذا الولد، وقلت له يعني أخويا يعني مصر كل شيء، يعني فإلك أنت هذا الشهر، أنا راح أقاوم بس هذا الشهر، وراء يعني شيء يصير راح ما أدري، يعني أنت إذا صدق تحبني على الأقل، بس يعني ما معقولة ما عنده فلوس ذهب، يعني على الأقل حلقة واحدة والحلقة والخطبة تكفي. خلص الشهر وأنا نفس المعاناة، وهو يقول انتظري، قلت له بعد تعذرني أنا ما أنتظر. قبلت بصديق أخويا بس أنا ما حابته، كارهته. أصبر له حتى أنا أحكم، مو أهلي لي حكم، أنا أحكم. هذا الرجل اللي اختارته بالكلية مو أهل للزواج ولا مستعد ويجوز مراوغ، فحتى أنا من الزواج مقتنعة. خلي الأهل يسمعون أنه هاي رسالة، أنا ما أخصب بنية متخرجة من كلية ترى شوي بها تناقض، وعلى رجل هي ما قاعدة بالبيت وسادة بابها وما تعرف، هي جاية من عالم منفتح، من عالم متعلم، من عالم يعني شغلت شافت أشكال بيه، ألوان المشاكل، ألوان العبر، سواء من الأساتذة أو من الطلاب أو من الطالبات. فأنا ما أجبرها وأتوقع أنه تكمل حياتها بهذا الزواج، مستحيل. موضوع الزواج القسري بالقانون، الزواج القسري مبدئيا أنه المشاهد ما يعرف شنو الزواج القسري، راح يعتبره أنه راح يفوتها بمجال القاصرات وراح يفوتها بمجال شنو القسري، ما راح يعرف. الزواج القسري هو إجبار البنت أو إجبار الولد على الزواج.
إجبارهم يكون دون رضاهم. الزواج القسري في حالة البنت كانت تحت 18 سنة، هنا بعد ما يصير عمرها 18 سنة من حقها أنه تفرق قضائيا بالقانون، ولكن بعد 18 سنة راح تكون هي أساسا، يعني حتى لو هي مجبورة على الزواج من الصعب أنه تثبت هي انجبرت على هذا الزواج. ليش؟ لأنه صار العقد أمام القاضي ووافقت هي أمام القاضي، لكن أكو فت حالات معينة اللي هي الزواج خارج المحكمة، يعني زواج يكون يم المأذون الشرعي إذا كان سيد أو إذا كان شيخ حسب المذهب. هنا يعني في حالة التصديق تقدر الزوجة أنه تقول أني يعني كان هذا الزواج قسري وكنت أني قاصر وما أقدر يعني أقول لا الأهلي، هنا هم من حقها أنه تفرق قضائيا. مالي خلق انه اتعرف عليه وعلى شخصيته. شوفين وجهي مقلوب بالخطوبه بالايام اللي جينا، هو الولد لاحظ ويحاول يحكي وياي يعني لطيف ويجيب لي مثلا هديه، هاي انا اي اوكي مش حتى ما ابتسم له، هو عبالي انه بعدني استحي منه وهيك شيء، يمكن كان يظن بعد الزواج تغير الشيء. خلصت هاي الايام التجهيز والزواج كلش، يعني انا كنت منهاره، وحتى وهذا الولد قطعت بيه، هو زعل مني لان شلون قبلتي من خطبتي، فاني ما عم حاضرته ولا ابد، بس ماكو تواصل، مسحت الرسائل بيناتنا والرقم انا حافظته حتى مسحته، بس انا حافظه الرقم. صار الزواج، بعد الزواج الوضع ساء اكثر، هذا الولد ما أنطيته مجال يعني مثل أي زوج وزوجة، ما خليته يتقرب ولا خليته يعني يعيش حياته اللي هو رايتها، فكان تعارك على هذا الموضوع. أنا كنت محافظة على نفسي أقول بلكي الله ذاك الولد يقدر إنه حتى لو أطلق وأقول له أنا ما صار شيء ويا زوجي حتى أبقى إليه. هذا مو رجل أصلاً، حتى من البداية هو مو ما متمكن، هو تملص من المسؤولية ما يريد يتزوجها. كانت هي مرحلة، أغلب الطلاب شوفي أغلب الطلاب حتى يرسبون نفسهم بالكلية هاي يعتبرون هاي مرحلة ما تتكرر للرفاهية والونسة واللعب، فهذا من النوع اللي يحس أنه هاي مرحلة أنه هاي طالبة بعد أتركها أروح أزوج من قرايبي، فهي المفروض تعرف هذا كل زين من البداية. هو من البداية من يتملص من المسؤولية وهي حبتها يعني البنية خطية، ويعني مال تجي ثاني مرة تتطلق وتجي وتتوسل بيه ويقول هاني ما أزوج مطلقة، زين أنت عقلك وين؟ من الناحية الاجتماعية والأخلاقية وعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا هذه هي الخيانة بعينها. هنا لما نقول الأهل لا تضغطون على بناتكم، شوفوا ماكو مرة تحب تكون خائنة ولا أكو رجل يحب أنه تكون زوجته خائنة، أو أنه يعني مو ما يحب أنه يكون خائن، لا يعني تعرفين إحنا رياجيلنا ما شاء الله عليهم يعني يحبون، يعني ماكو في المشكلة، بس المجتمع أنه ساندهم بهذا الوضع. من ناحية المرأة لا، هذا الموضوع ترى كلش صعب لما ورمة تتزوج. هسه الحالة اللي أخذناها ورمت زوجة، يعني هي بعتها من الزوجة وقبلت وعقدت وباقية هي على أمل عسى ولعل أنه تنفصل حتى تتزوج حبيبها اللي وياها بالجامعة، مع العلم حبيبها اللي وياها بالجامعة لو يريد الرجل لو يريد ترى الزواج مو مكلف لهذه الدرجة، ترى غرفة نوم موجودة تشوفين إيش قد عروض تنزل، تكاليف الزواج يعني مو فد مشكلة. ثاني شيء موضوع المهر، إلا المهر الفلاني وإلا الأسعار الفلانية وهاي الشغلات المبالغ بيها. البنية من تحب وتكون شارية وأهلها شارين ولد شريف وابن أوادم، ترى ما رح يدورون هاي الأمور كلها، لأنه تعرفين هاي الأمور كلها من تجي بيوم واحد هم تروح بيوم واحد، يعني هو ماكو منو من عندنا منو من أمهاتنا اللي بقى عندها التخم مالت المهر لحد 20 و30 سنة، يجي يوم أنه تتصرف فيه. وخابرته وقلت له باللي صار، ما صدقني، قالت لي كذابة مستحيل واحد يتزوج وهيك شيء، معقولة أنت محافظة على نفسك اللي هسه؟ ومرت فترة يعني قلت له والله أنا بعد محافظة وأني منتظرتك ما قدرت هاي الفترة، يقول لي يعني يا ما جزء منهار أنا شاي، قلت هاي خلص راحت، قلت له لا أنا ما رحت مستعدة أصبر أكثر، ما صدقني، وحاولت ألف مرة ما يصدق، قلت له حتى لو تريد أروح للدكتورة وتروح حتى لو نلتقي والدكتورة تثبت لك وتقول لك أني شنو أني عذراء أو لو لا
قلت ايش تحكين، احنا مو مسلسل، روح عيش حياتك. انا من قال لي هيك يعني خلاص بعد فقدت الامل منه وسديت التلفون وقلت خلاص خلي احاول احب هذا الرجال، حرام يعني اني ايش سويت وياه. شوفي كامور قانونيه يعني لو كان احنا بالقانون العراقي عندنا اللي هو قانون العقوبات واللي اصول محاكمات جزائيه، كدعاوي جزاء لازم انه يكون مشتكي ومشكوما عنده. في حاله الزوج خطايا رايح بالشغل ما يدري ايش يصير بالبيت، ما ممكن شلون راح يعرف يعني وشلون راح يشتكي؟ يعني الزوج اللي ما يدري ما راح يقدر يشتكي، راح يظل هذا الموضوع مستمر. الزوجه هم نفس الشيء، ولكن اذا صار مثلا اكتشفت خيانه معينه او احنا بالقانون المراه اذا حكت ويا شخص اجنبي ما يعتبر مثلا مخالف بالقانون، ليش؟ باعتبار انه النساء عاملات. هسه كنا عندنا زملاء معينين نتواصل وياهم احيانا حالات موكلين، حضرتك هم يعني تعرفين يعني اكيد زميل اكو، مدير اكو، سكرتير اكو، عامل نظافه اكو، يعني ما ممكن انه ممنوع وحده تتواصل ويا اي رجل. فبالقانون العراقي ما جرم هذا الموضوع اللي هو الطبيعي، ولكن في حاله انه كانت اكو مكالمات او رسائل او محادثات معينه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدل انه اكو علاقه غير شرعيه او علاقه غير اخلاقيه، او انه موضوع مو موضوع زماله وعمل او تواصل، لا يعني اكو موضوع اكبر هنا، لا القانون راح يتناول هذا الموضوع ويحال على الماده 377 اللي هي ماده الخيانه الزوجيه، وتخسر الزوجه حقوقها طبعا. يعني هو اصلا ما يريد يتزوجها، هذا عذر، وهي المفروض تفهمه. اكو بعض النساء ذكيات بشكل مو طبيعي وتفهم الرجل، مجرد يباوع لها ومجرد حديث واحد صغير تفهمه. بس مو قلت لك هاي البنات بهاي بهذا المجتمع المنفتح اللي صار عندنا بالعراق مع الأسف عاشوا بالأحلام وبالخيال ونسوا واقعنا، نسوا تربيتنا، نسوا ديننا، نسوا أخلاقنا، نسوا أهلهم اللي خطية تعبوا عليهم وربوهم. يعني هاي أنا قد أقول لك هاي البنية لو مو محالف هالحظ وماخذة هذا الموظف اللي وياها لا كان تاهت. حاولت إنه بس ما أتقبل، حاولت ما أتقبله، بس بعدين يعني صار زواج رسمي بيناتنا، ويعني وراها أنا ظليت إنه آخذ مانع حتى ما يصير عندي طفل، لأنه شكد ما حاولت ما تقبلته، ما تقبلته، ما قدرت. وهو هم الولد يقول لي يعني انت يعني يمكن قارت علي، يمكن انت ليش قبلت الزواج؟ قلت له يعني غصبوني، انت شلون تقولين غصبوني؟ شلون يعني من ما قلت له ليش، بس قلت له يعني كان هو اخوي صديقك مصر عليك، واني بعد قلت له خلاص انا موافقه لانه هو يلح عليك وقبلت. شلون قبلتي وانت هيك والى متى نبقى هيك؟ واحنا ما صار عندنا اطفال يعني عدت السنه وما يدري انه انا اخذ مانع. وراها قلت انا شنو ذنبه هذا الولد بعد اعيش وياه؟ قلت له شوف حياتك والله يعوضك، واني حتى مستعده اذا تريد تنازل عن حقوقي وكل شيء تريد عادي. بس انا هذا الزوج بهذه الحاله يعني اقدم له يعني تحيه، يعني انه باعتبار انه طلع يعني بالفعل صحيح انه هو انسان شريف، يعني اخذها بالمعروف، ويعني دائما يقول لك امساكهم بمعروف او تسريحهم باحسان، يعني اخذها بمعروف وسرحها باحسان وانطاها كل حقوقها وما قصر وياها، مع العلم اذا تجين كقياس هو المظلوم كان وياها. لو يعرف كان تغير الموضوع، بس يعني هم لانه باعتبار هي اخو صديقه، بالإضافة إلى أنه هي ما عندها المكالمات الكافية، يعني أنه هذاك الشخص اللي خذلها وما أجي خطبها ما كان يتواصل. يعني إذا تنتبهين أنت على المقطع بالكلام، هي اللي تندق به، هي اللي تريده، هي اللي تقول له ترى أنا راح أنفصل، هي تقول له ترى أنا زوجي بعد ما صار بيناتنا علاقة زوجية، وأنا إذا أنتظرك لي هسه ورتب أمورك ووضعك حتى نتزوج، يعني بعدها هي متأملة. هنا أنا أشوفي أكو موضوع بالبنات اللي هي يا أما تلقين البنية كلش قاسية قاسية وما تصدق بأي أحد، هاي طبعا تجيها نتيجة فصدمة تمر بها بحياتها، يا أما تلقين البنية بأي شيء تصدق،
بإيش صدق وظل عايشة بعالم الأحلام الوردية وأنه راح يجي مع العلم هي حتى لو متزوجت هذا الشخص اللي نعتبره أنا أعتبره أنه إنسان ماكر وغير صادق يعني شخص كاذب حتى لو متزوجته ما راح تعيش الحياة اللي هي تريدها اللي هي الحياة الوردية واللي الصبح لازم يقول لها إلا صباح الخير بوردة وتصبحين على خير يعني ماكو ترى هيجي شيء الزواج كله ترى هو حياة روتينية يعني خاصة وراء الأطفال يعني أنا أتفاجئ من النساء أحيانا يعني أشوفها متزوجة صار لها 10 سنوات هتقول لي ما يسمعني كلمة حلوة زين هو بيحال والله سمعي تقول لي يعني مثلا يجي تعبان يجي ما أعرف إيش يعني ما هو أيضا أنت من تكونين تعبانة يعني تعرفين إحنا النساء تجينا مثلا فترات بالشهر بالموسم خاصة يعني امتحانات الأولاد وغير وغير تجينا فترات إحنا هم نتعب نفسيا وما نقدر أصلا نجامل يعني ما هو يعذرنا رجل بهاي الفترة يعني شكوا بيها إذا عذرتي يعني ما معقول إنه أي شيء يكون فيكون قل لي لا أنا يعني خاف الله وطيك حقك وكيفك تروحين لأهلك روحي رحت لأهلي أهلي ما استغربوا لأن أنا كنت مغصوبة على الزواج من يمه قالوا كيفك بعد إحنا ما نغصبك وأخوي هذا زعل مني والحد هذا اليوم هو ما يحكي وياي أصلا المهم صار الطلاق هو طلقني بس أعطاني كل الحقوق حتى ما خليت لا محام ولا شيء كل شيء كان بس أنا وكلت يعني كان أبوي وراح بس هو يروح يعني هناك ويعني إجراءات وما أعرف شنو صار بالضبط بس الغرفة إجتني للبيت يعني الغراض كلهن مثل ما هن جاب لي ياهن وماكو شيء ناقص يعني ذهب كل المؤخر ماتي يعني قال أنا بس هذا شوية قلنا لعادي براحتك قالوا يجي تقسيط وقسطه وراها أني ظليت أحكي ويا هذا الولد قلت له يا بي أني هيك صار وياي وأنا طلقت ودا تريد خلي أشوفك شفته قلت له أني طلقت وهيك شيء قلت لي أني ما أتزوج وحدة مطلقة موجودة هي فعلا مع العلم أنه كثير من الشباب وما متزوجين يعني بعد ولد إحنا بالعراقي نقول بعد ولد يتزوج مطلقة ما مش يعني ما بيها مشكلة المطلقة يعني مو شرط أنه المرأة المطلقة يعني هي مرأة سيئة أحيانا تكون اختارت غلط أحيانا يكون هو الشخص سيء أحيانا أكون نسوان ترى يقعدون الصبح زوجها ما أريدش أنا وطلقها وخلص هاي هنا هل من الممكن أو هل من المعقول المجتمع هم يحاربها يعني أهلها أوكي راح يحاربوها ولا راح يخلوها تشتغل وإذا كانت طالبة راح يقعدوها وما راح يخلوها وكل عيب من الأقارب وعيب من الجيران وأي شيء تصرف راح يقولوا لها خاف يشوفوك كأنه هي مسوية جريمة هي ما مسوية شيء مجرد أنه ترى نفس ما أنه الزواج قسمة ونصيب والطلاق قسمة ونصيب يعني مثل ما نقول أنه إحنا الإنسان يجي للدنيا مكتوب أنه راح يتزوج مكتوب هم بهذا اليوم راح يتطلق فيعني مو هنا البنية أنه مو أنه هي سيئة أو فد مشكلة أو لأنه وراء طلاقها أنه ليش هنا الشاب العراقي هسه هذا الموضوع نسبيا قل ما الماء زوج مطلقة بس هم موجود بشكل كبير يعتبرون أنه المرأة المطلقة هي مرأة معيوبة ليش باعتبار يقول لك أنا أريد بعد بنية ما حد متزوجها وما حد لازمها مع العلم لما يجي يختار شوفين لازم يختار باختيار أمه لازم تعرفين أنت لازم تشوف للبيضة والطويلة والمخلصة كلية ولازم إلا محجبة يعني هاي الأمور السطحية والشكلية فقط ما يجون بعمق هاي البنية ويا من حاشية شنو ماضيها ويا من ماشية بس مجرد سألوا أبو الأسواق اللي براس شارعهم شنو أخلاقهم هذا طبعا راح يقولهم الله يستر عليهم خوش بنات طبعا هو هذا قاعد محله من الصبح ليل شو معرفة هاي البنية بالداخل بالبيت ويا من تحكي ما هي البنات صارت يعني مع احتراماتي طبعا للزينات يعني كل تحية لهم أكو بنات يعني عندها 5 و6 أخوان تلقيها عندها هواي علاقات وياها هما بالبيت زين شلون اعتمدتوا على كلام أبو الأسواق اللي براس الشارع أو حارس مو يتعرف هي فترة الخطوبة ليش حطوها حتى يصير في التعارف معين يعرف أطباعها تعرف أطباعها إحنا هنا صارت عندنا فترة الخطوبة أول شيء الأهالي اللي هو ورق قراءة الفاتحة رأسا يقطعون مهر اللي هو مهر المأذون الشرعي اللي هو السيد أو الشيخ هنا هاي باعتبار صارت حلالة
شرعا هي صارت حلالة، صح؟ هو أنه موضوع بس خطبة قراءة فاتحة بس صارت من ضمن العادات والتقاليد. قبل لا، كنا ورا فترة يلا يصير العقد، من الولد يعرف أطباعها، أطباع أهلها هي تعرفه، هنا يلا تبدي تصير المشاكل. طبعا هم إذا بالبداية من أول يوم ورا الفاتحة رأسا عقدوا، طبعا راح يصير مطلقة. ليش؟ لأنه إذا ما اتفقوا راح ينفصلون، راح يصير طلاق، فهنا هم راح تنحسب على المطلقات. فهنا يعني المفروض أنه يعني على شبابنا وعلى ولدنا، يعني الله يحفظهم إن شاء الله، وأنه إن شاء الله تكون لهم قسم زينة. لمن يختار قسمته لازم يشوف البنية طبعها شنو، طبع أهلها شنو، هل هو يناسبه أو ما يناسبه. يعني مو شرط أنه هي مرتدية حجاب أو هي مخلصة فلان كلية وما يعرف هي ويا كم واحد حاجي وشنو أخلاقياتها وشنو اللي تسوي. أحيانا أكو بنات يعني يتخفون، يعني ياخذون انه هذا موضوع مع احتراماتي للديانه والمثاليات الزايده، ياخذوه غطاء. بعدين لما نشوفها هي من تصرف ويا اهله، اي ديانه ماكو، بالعكس تقوم هي تحرضه، هي تخليه انه يتصرف ويا اهله تصرفات ما ذكرتها، لان هي اذتها بحيث يعني تقريب سنه هي ما جايز عليها، وهي شويه صعبه على الرجال، انه رجولته ما تسمح له انه هاي البنيه ترفضها بهيك شكل. لكن الانسان هذا مثقف بشكل مو طبيعي، ومتفهم بشكل مو طبيعي، ونادر بشكل مو طبيعي. احنا الرجل العراقي ما اقدر اقولها، يعني ترى قتالي قاتل، شنو مره تعصى عليه سنه، نقول سنه اذا مو زين، اذا شهر صور لها، فهذا عاصية عليها هاي الفترة وباقي عذراء وياه وصابر لها. وأنا شوية ما مقتنعة بالقصة حقيقة، يعني وبعدين من تريد تتطلق يقول هاي هاي براحتك، ويعطيها الحاضر والغايب. شوية هذا مسلسل تركي شوية يعني وتعمق به هاي البنية، يعني أصور مو من واقعنا. يعني صدمني الصراحة، قلت ليش بيها المطلقة؟ قال مو أنتي تكذبين علي. قلت له والله أنا حافظت على نفسي حد الفترة اللي خابرتك بيها، بس أنت رفضتني وأنت السبب. ظل يحكي علي وأنا أحكي عليه، فتعاركنا وانتهت القصة. وصدمني من قال لي أنه أنا ما أتزوج وحدة مطلقة، وأنا طلقت بسببه، لأنه فريدت أطلع من هذا الجو، ردت أنساه وشي. فكم مؤسسة هم هي للمطلقات وهم اشتغلت بيها، وهاي وكان واحد هم يشتغل بيها، وهذا الولد يعني كان هم منفصل. فيعني هو ما عرف قصتي بالبداية، بس شافني يعني مهتمة بالمؤسسة وبالبنات، وأحاول أساعدهم وأداوم هناك وهاي. فهو انعجب بيه وأنا هم يعني انعجبت بيه، بس أنا قلت صارحة كل شيء اللي صار وياي، وصارحة قال لي أنت ضحية وأنت هماتي، أنا خطأتي والولد خطأ ذاك، بس مع ذلك أنت ما تختلفين عني، أنا هم منفصل وهم هو عنده مشاكل صارت أسبابه هذه. ما بيها شيء، هاي اثنين هم عاشوا نفس المعاناة احتمال أو جزء من المعاناة، وتفهموا بعض وهم عايشين بنفس الدائرة ومحيط واحد، وعرف أخلاقها وعرفت أخلاقها. وبعدين هي البنية محافظة على نفسها، يعني رغم كل المغريات، رغم الهفوات اللي فاتت بها بحياتها وغلطة الأهل وياها وزواجها، بس قلت لك أنا هاي البنية محالفها الحظ مرتين، محظوظة، وإلا لو مو محظوظة لا توقع بالهاوية. شوف هنا لما نختار، شوف هذا الشخص لأنه كان خوش إنسان وكان رايدها بالحلال وبصحيح، ما تطرق الموضوع شنو الماضي وشنو الحاضر. أكو رجال مع الأسف لما يقعد تعالي فلان تيش حكيت ويا بالضبط، وش صار بالضبط، وكم تليفون بالضبط، وبهاي الكم تليفون كم دقيقة حكيتي، يظل يدور فالشغلات هي لا راح يعني انه تسرع من زواجهم، ولا اللي هو مثلا ما متقبلها وعايفة. انت شو عليك كم مكالمة وكل مكالمة كم دقيقة؟ يعني انت رايد تخطبها، شو عليك عدد الدقائق؟ هل هو هذا اللي راح يخليك تخطب او تبطل عن الخطوبة؟ يا اما تقبل الموضوع كامرأة منفصلة او كانت عندها فد تجربة سابقة، يا اما نهائيا ما اتقبل هذا الموضوع وما اورط البنية واخليها تنتظر وتسترجي من عندي فد شيء معين. هذا الشخص يعني انه شخص كان شاريها،
عكس الشخص اللي قبله، هذاك قللها مع العلم هو وياها من الجامعة ويعرف أخلاقها شنو، مع العلم أنه يعني من المحتمل أنه أكفت حقائق مخفية بالقصة، يعني مو كل التفاصيل اعتيادي، بس ما تعرفين أنه يعني البنية شقد شنو اللي تفاصيل علاقتهم بالداخل. أكيد أكفت حب قوي اللي خلاها تتعلق بهاي الدرجة وتستمر، وحتى ورا ما تتزوج تظل تنتظره وما تسلم نفسها لزوجها، طبعا هو هذا محرم بالشرع وبالقانون، وظل مستمرة على أمل أنه يجي هذاك الشخص. يعني شوفي الفرق بيناتهم، يعني البنات لو مجرد أنه بس تحكم عقلها ترى من المستحيل يعني أنه تخلي عاطفتها تغلبها، لأنه لما تغلبها عاطفتها أغلب هسه النساء بالسجون العراقية كلهم، يعني شفتي أكثر من برنامج شنو سبب أنه هم بالسجن، هاي تقولك زوجي، هاي تقولك أخوي، هاي تقولك خطيبي، هاي تقولك شخص كنت أحبه وأثق به. إذن كلهم ضحايا ثقة، هم غلطوا صحيح وتحاسبوا ونحكموا أحكام شديدة وبالسجون، بس كلهم ضحايا الثقة معينة. فتقدم لي هذا الولد ويعني الله عوضني به وزوجنا، وصارت عندنا بنية من يمه، عندي بنية وعايشة وياه بسعادة الحمد لله، ومستمرين يعني بحياتنا، همي ننصح الناس. والصراحة أنا اكتشفت هو الحب يعني يمكن هو كان بدايته صحيحة، بس إلى وقته وإلى واحد لازم من نأثر عثرة واحدة بالطريق نقوم أقوى وأفهم، لأن هاي الحجارة نشيلها نخليها على صفحة حتى نكمل طريقنا. فهي فهمت الحياة وراح تحافظ على زواجها، أكيد بهذا راح تحافظ، لأنه عثرت الأولى وهي طالبة والثانية بزواجها هذا اللي فشل أصلاً، فما أتصور راح توقع بهذا الزواج، لا بالعكس راح تحافظ عليه. وهذا الرجل اللي أخذها محتاجها، يعني هو أصلاً منفصل محتاجها، فإذا انفصل مرتين راح الناس تذب الملامة عليه، وهي نفس الشيء، هي نفس الشيء همي أنا مفصولة، فراح تذب الناس الملامة عليها، فالاثنين راح يحافظون على هذا الزواج بمبدأ أنه حتى لا يحصلون هاي الملامة من فلان وفلان. يضمن حياته، يعني أنت صح أنت طالب كان كلية وهاي، أنت ما تقدر تعيش منها، ليش يعني تخليها تحبك تتعلق بيك وتعال تنتظرك سنين وبعدين ما تقدر توفق؟ أول شيء إنه غير واحد لازم يستقر مادياً. أنا همي يعني كبنية يعني كنت حرامات إنه فكرت وحبيت بالكلية ومتخرجة ولقيت لي وظيفة، وجوز ذاك الولد يعني شنو ذنبه، جوز كنت حبيته أو قبلت به وكنت قابلة إنه أتزوج ما متعلقة بأحد، بس هذه بعد صارت عبرة إلي حتى أنا همي أساعد بها وبن أحكيها بحيث أنا ندمانة على أي شيء صار، لأن هي تجربة مريت بيها واستفاديت منها وهسه الله عوضني، فأي تجربة نمر بيها أكيد بها عوض إن شاء الله. طبعاً أنا نصيحتي للنساء فقط، يعني الرجل ترى رجل، إحنا عندنا بالعراق ما كفاية حريته، لكن أنا أحاول أقول للمرأة وللطالبة بالذات أقولها اتقي الله في أسرتك ونترك الخيال، نترك المسلسلات، خلينا نعيش بواقعنا. واقعنا احنا لحد الآن الحمد لله والشكر الواقع العراقي دونا عن كل الدول العربية متحفظ، والبنية العراقية يعني محتشمة محافظة على أخلاقها. فأرجو أرجو أنه لا تجرفكم الإعلام الغربي والإعلام اللي انحدر بالأسرة العراقية هواية، يعني شفنا، فأرجوها للبنية أنه تحافظ على أسرتها، تحافظ على نفسها ودعها من الأحلام. دائما أنصحهم أنه صحيح هي المرأة بالفطرة أنه هي طبيعتها عاطفية وتصدق بسرعة وتتعاطف ويا الأمور بسرعة، لازم بس أنه تكون تخلي بنظر الاعتبار أنه ما تكون مطمع أو شيء يستغل بالمستقبل ويستغل وينحسب ضدها. ليش؟ انه هي بالاول وبالتالي عندها اهل، عندها عشيره، عندها قانون، محميه من كل شيء، فهي ما مضطره انه هيك تسوي بنفسها وتصدق باي شيء تسمعه، لانه تعرفين بالوقت الحالي صار ما ينعرف،
ابن الأوادم من المو ابن أوادم، ما تقدرين تفرقين بيناتهم، كلهم يدخلون بنفس الكلام وبنفس المقدمات وكلها نفسها، فشلون تفرق؟ بينما من تظل هي محافظة على نفسها، تعرف الصح تعرف الغلط، ما تعبر الخطوط الحمراء اللي فرضها علينا عاداتنا وتقاليدنا ومجتمعنا، هنا راح تكون هي بالسيف سايد، ما خايفة من شيء. أي واحد يجيها حتى لو في حالة أخوها أو أبوها قال لها، تقول له هذه محادثاتي وهذه شغلاتي، ما عندي شيء، الولد غرضه شريف وإذا كان هو شريف راح يجي. بينما من تعبر خطوط حمراء ما مقبولة بمجتمعنا، ما مقبولة بديننا ولا بعاداتنا وتقاليدنا، لا هنا هي راح تكون موقفها ضعيف، مو بس ضحية، هنا هي هم راح تكون ضحية نفسها، يعني تصرفت بعاطفتها ما تصرفت بعقلها. هسه الولد ليش لما يخطب يكون هو متصرف بعقله؟ لو كان أي ولد بعاطفته كان شفتي ذولي النساء مثلا سيئات السمعة كان ما تزوجوا، صح لو لا؟ بس من يتزوجهم هم الشخص بالمقابل، يعني هذه هم علاقة عكسية، الرجل هم من يكون عاطفي زيادة عن اللزوم ويفكر بس بعاطفة ما رح يختار صحيح. طبعا احنا ما راح نقول انه يختار صحيح او ما يختار، بالتالي هو الزواج انه نعرف صحيح او لا خلال العشرة، اذا استمرت العائلة واستمر ويا زوجته ويا استمرت ويا زوجها، هنا راح نقول انه الزواج ناجح او لا، ولا بالبداية كلهم ناجحين وكلهم ناس رايدة ناس.